يا رب أنك قلت هلما نتحاجك، لأني أريد أن أدخل في حوار معك. أبر أنت يا رب من أن أخاصمك، ولكني أكلمك من جهة أحكامك. لماذا ينجح طريق الأشرار اطمأن كل الغادرين غدرا؟ وقد دخل في حوار معك كثيرون من قبل، ومنهم داود النبي الذي قال: يا رب لماذا كثر الذين يحزنونني؟ كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإله. وقال أيضا: لماذا يا رب تقف بعيدا؟ لماذا تختفي في وقت الضيق؟ بيتعبوا. ما دام كل هؤلاء قد دخلوا في حوار مع الله، فاسمح لي يا رب أن أدخل أنا أيضا في حوار معك. أديان الأرض كلها لا يصنع عدلا؟ أتهلك البار مع الأثيم فيصير البار كالأثيم؟ أنت يا رب لم تخلق الإنسان لكي يهلك، كان خيرا للإنسان لو لم يخلق من أن يخلق لكي يهلك. بولس الرسول في رسالته إلى تيموثاوس: إن الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. يا ربنا عايز الكل يخلصوا. ما دام أنت يا رب تريد أن الجميع يخلصون، فلماذا لم تعمل من أجل خلاص الجميع؟ أنت لم تخلق الإنسان لكي يهلك. أنا أعرف تماما أنك صلبت من أجل خلاص الناس، وأنت قلت أن ابن الإنسان قد جاء ليخلص ما قد هلك. ولكن مع ذلك هناك كثيرون لم يخلصوا، وكثيرون يضيعون كل يوم، وكثيرون يهلكون. وانت نفسك قلت: ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. وكتير ما بيتوبوش وبيهلكوا. فما موقفك يا رب من كل هؤلاء؟